لن نخضع لإرهابكم، وستزداد تظاهراتنا زخماً أكثر فأكثر. هذا كان رد المتظاهرين في ساحة التحرير ببغداد بعد سلسلة غير منتهية من أساليب القمع الحكومي تنوعت ما بين عمليات قتل وخطف وتعذيب، ومؤخراً دخلت عمليات التفجير على خط قمع ثورة تشرين. عمليات الإرهاب هذه تقوم بها أي جهة كانت نتائجها ستكون معكوسة على العكس، وهذا مو ادعاء وإنما الواقع هو الذي يشير أن أعداد المتظاهرين أعداد المنتفضين مع هذه الأعمال على العكس يزداد تصميم يزداد عدد ويزدادون عددا. ما يقدرون لو مو سيدزونا مفخخات، لو يدزونا ايش نار تشتعل بينا، احنا نبقى صامدين. المتظاهرون الصامدون على الرغم من القمع اتهموا الأحزاب الحاكمة وجهات تابعة لإيران بعمليات استهداف مباشرة ضدهم بعد تصريح لوزير الدفاع نجاح الشمري اتهم فيه طرفاً ثالثاً باستهداف المتظاهرين السلميين في محاولة لتبرئة الحكومة من الدماء التي سالت في ساحات التظاهر. الطرف الثالث معروف، الطرف الثالث هم أحزابهم الفاسدة الذي تدعمهم جهات إيرانية. ومع استمرار غليان الشارع العراقي لم تعد تجدي أساليب القمع أو الوعود الحكومية التخديرية، حيث توحدت جميع المطالب في مطلب واحد وهو إزالة جميع الطبقة السياسية الفاسدة. اللا حكومية يدعون بالحكومة هم ليس بحكومة وليس بسياسيين، إنهم ناس قمعيين يجيبوا لهم عبوة يخلوها بسياراتهم. افتهمنا الأفلام مالتهم، يعتقلون الناس اللي تروح لبيوتها ترجع يعتقلون، عيب عليهم خليه يستحون. احنا اليوم نريد، لا ما نريد اي اصلاحات بعد، ما نريد هاي الوجوه، احنا نطالب تغييرهم، نريد حكومه جديده، ما نريد بعد لا شوارع ولا تعيينات، العراق قفل عليهم. المتظاهرون الغاضبون ابدوا استغرابهم من مطالبه الحكومه وقف الاضراب العام، مؤكدين عدم وجود اي مقومات للدوله داخل العراق قد تتضرروا في حال مواصله اضرابهم الشامل. لا صناعه، لا زراعه. جوازنا الأخير بالعالم، جامعة بغداد كانت 20 بالعالم، اليوم ما حد يعترف بها، جامعاتنا، كلياتنا، مدارسنا، يقول ليش توقفون المدارس والمعامل؟ هي عندنا معامل، عندنا زراعة، مدارس ما عندنا صار 16 سنة. صرخة الشعب المنتفض تقابلها أذان السلطة الصماء، ويبقى السؤال هنا إلى متى ستظل السلطة صامدة أمام جيل عازم على استرجاع حقوقه مهما بدت آلة الترهيب والقمع قاسية.